السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هعرفك كنز في قلب بيتك وانتي ساعات بتغفلي عنه. قشر الليمون ده انا بخزنه، بصي حتى لسه متلج ازاي، لسه منزلاه من قلب الفريزر. على فكرة قشور الليمون ما بتبص، تقعد فترة طويلة اذا كان خارج التلاجة او داخل التلاجة. ماشي، قشور الليمون هنسلقها. اول حاجة هتاخد مدة السلق معانا ساعة بالظبط، عشان لازم القشور دي تتهري خالص عشان تتضرب معانا في الخلاط، لان هنعمل منه معطر وهنعمل منه خليط هينضف لنا الفراخ ويزيل الزفارة تماما، مش هيبقى فيها ريحة زفارة. ماشي، وفي نفس الوقت هسيب لك برضك طريقة لقشور الليمون دي، بضيف معاها اضافات تانية هتساعدك على إزالة الدهون بكل سهولة. جميل. ماشي، فهنعمل ايه؟ هحطه دلوقتي على النار لمدة ساعة، وبعد الساعة لما يتهري معايا، يعني انت هتحطيه مدة ساعة، لقيتيه لسه ما تهريش معاكي سيبيه تاني ربع ساعة، هتنك متابعاه. اهم حاجة القشور دي تتهري معانا، وكوني برضك مغطية القشور دي بالمية زيادة عن قشور الليمون 4 سنتي. ماشي، هحطه دلوقتي على النار، واول ما يتهري خالص هنرجع بقى عشان نكمل بقية الفيديو. بصوا كده اهو اتهرى معايا خالص، خد قد ايه؟ خد ساعة على النار زي ما اتفقنا. ماشي، هو هدي شوية اهو بس لسه برضك سخن، يهدى كمان شوية واضربه في الخلاط ونيجي نصفيه سوا ووريكي القوام اللي انا عايزاه. بصوا ما شاء الله ضربته كله في الخلاط، بصي القوام عامل ازاي، ده جميل جدا. لو الليمون غالي هينفعك ان انت تغسلي بيه الفراخ او اللحوم كلها والسمك بالاكتر، هيضيع الزفارة. بصي ما شاء الله، ده احنا لسه هنصفيه كمان، بتاخدي منه شوية من دول على حبة خل ودعكي بيه السمك او الفراخ، عمرك ما هتشم ريحة زفارة ابدا، وهتاخدي منه شوية، خلي بالك عشان بيفور. وهسيب لك برضك الطريقة في صندوق الوصف ان شاء الله. عاملاه بالبيكنج باودر وعاملاه بملح الليمون، ماشي، والبيكربوناته. خلاص هسيب لك برضك الطريقة دي في صندوق الوصف، بتاخدي شوية زي دول وتحطي عليهم حبة ملح ليمون وحبة بيكنج باودر وتحطي عليهم حبة بيكربوناته. ماشي، كل ده هتحطيه على حبة من الليمون وسنة خل وحبة فري، هيخليلك مفيش اي دهون في البوتاجاز خالص او في المطبخ. لو انت عايزة تنضفي ان شاء الله تنظيفات العيد هتعملي الخطوة دي زي ما اتفقنا، هاخد حبة من دول على حبة بيكربوناته على حبة بيكنج باودر على حبة ملح ليمون على حبة فري على حبة خل، هيخليلك الدهون مش موجودة خالص عندك في المطبخ. ماشي، همسك بقى كده معايا مصفى وطبق تاني وابتدي ان انا اضيف كده عشان كل ده يصفي، عشان طبعا الليمون بيبقى فيه ساعات بيبقى فيه بذر، هو القشور ما بيبقاش فيها لان بتبقى عصراها، فلازم برضك نصفيها بنفس الطريقة كده. وابتدي بالمعلقة كده، بصي اضغطي بيها هتصفي معاكي المصفى اللي هتصفي فيها، يبقى خرمها ضيقة خالص عشان ما تعديش اي حاجة، يبقى الكشور صافية خالص ما فيهاش اي بذور او اي تكتلات خالص. ماشي، هصفي انا بقى الكمية دي كلها ونرجع بقى عشان اقولك تحفظيه ازاي. بصوا بصي صفيته جميل ازاي، بصي صافي ازاي كده اهو، خلص معانا. هحفظه بقى في الازايز زي ما قلتلكم، ولو عايزة تعملي نص الازازة خل ونصها ليمون تبقى جنبك على الحوض كده وقت التنظيفات ينفع. ماشي، عايزة تحطيها صافي كده زي ما انا هحطها وتضيف الخل او البول، ده ينفع وده ينفع، وممكن تاخدي حبة زي دول تحطيهم مع الفري
وطالما صافي كده عمره ما هيسد ازازة الفري خالص. ازازة الفري ما تيجي تنزل الفري بتلاقيها اتسدت، بيبقى سببها البذور بتاعة الليمون. فطالما انت مصفياها كده هتاخدي حبة مع كيلو الفري، هيخلي لك المواعين بتلمع، وفي نفس الوقت بيطهر المواعين لان ده ليمون ماشي، والليمون اصلا مطهر. عايزين نعمل معطر، فهعمل ايه؟ هحط نص الازازة خل والنص التاني ليمون، نص خل ونص ليمون. طب انا عايزة اعمل دلوقتي انضف الرخامة واخلي المطبخ بتاعي بيلمع، هعمل ايه؟ احط حبة مية زي دول على حبة خل، واقوم حاطة عليهم حبة من الليمون ده، بنفس الطريقة كده. هجيب بقى كيس من الفري اللي بريحة الليمون واقوم مفضياه بنفس الطريقة كده، واقوم قافلة البخاخة كده. ده مطهر، مطهر قوي جدا للرخامة وللحيطان بتاعة المطبخ وللحواض. بصي ما شاء الله جميل جدا. تبخي منه بخيتين كده على الرخامة. بصي تمسكي كده تبخي كده بنفس الطريقة، ومعاكي ليفة زي دي، وتقومي دعكة بيها الرخامة، هتلاقيها بقت زي القشطة وبتلمع، وفي نفس الوقت تعالي كده على الحوض. امسك الحوض بنفس الطريقة كده، وبرضك بالليفة بتاعتي كده كده، هيخلي لك الحوض بتاع المواعين بيلمع وزي الفل. اعملي بس انتي الخطوة اللي انا قلتلك عليها، التلات حاجات مية وخل والفري مع بعض كده والليمون، اربع حاجات مية وخل وليمون وفري. بصي ما شاء الله بصي بتلمع ازاي، بصي عاملة ازاي. الليمون جميل جدا، اعملي قشور الليمون خزنيها وحطيها في الفريزر لحد ما تبقى عندك كمية بتاع نص كيلو او كيلو، وتقومي عاملاه كله في قلب الحلة زي ما انا ما وريتك بنفس الطريقة كده. او بتمسكي بردك مكان الرخامة بتمسحيها بنفس الطريقة، هتلاقيها بردك بتلمع مكان ما احنا ما عملناها. بصي ما شاء الله، بصي بصي اللمعان عامل ازاي، ولا هتخلي عندك صدى ولا هتخلي اي شيء. الخطوة دي بتشيل الصدى من قلب الحواض، من قلب الرخامة بتاعت المطبخ لو عندك صدى فيها، لو على الطروب بردك في صدى هيشيلها. بصي ما شاء الله ما شاء الله بتلمع ازاي. بعد كده بنمسك بقى بقية الليمون اللي احنا صفيناه، واقوم جايبة قمع زي ده كده ومالية الأزايز عندي وقت غسيل الفراخ، وبرضك بزود بيه الفري للمواعين بنفس الطريقة كده. هكمل بقية الأزايز وارجع لكم تاني. بصوا ما شاء الله عمل معايا الكمية دي اهو، ازازتين كبار والازازة اللتر الصغيرة اهو من قشور الليمون. كان عندي بتاع كيلو ونص من قشور الليمون، طلع الكمية دي، ده غير ما خدت منه كنت بعمل صابون، خدت منه ازازة او ازازة ونص كده ضفتها. المطهر القوي ده مطهر مش معطر ماشي، عملنا منه مطهر قوي للرخامة وللأحواض اذا كان الحمام او المطبخ. ولو عايزة تعملي معطر بردك بنفس الطريقة، معطر بريحة الليمون، هتاخدي منه لو انت عايزة تعملي معطر زي المطهر ده، هتاخدي منه حبة بتاع ربع البخاخة كده، هتاخديها ليمون، وكمل الربع التاني خل
والنص الاخراني ميه. ماشي كده هتعملي معطر قوي. لو عجبتكم طريقة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.